قبل كده امبارح تحديدا على المسألة الخاصة بتفاصيل حادث انهيار العقار بتاع حدائق القبة امبارح، واللي كان راح ضحيته 4 أشخاص منهم المالك وإصابة 6 تانيين. التطور الأخير مرتبط بالنيابة الإدارية، لأنها برضو كانت عملت معاينة لموقع العقار وقالت إنه سبق وصدر له قرار تنكيس وترميم، ده وفقا للأجهزة المحلية إنه ده حصل له قرار تنكيس قبل كده. احنا معانا الأستاذة شيماء زين. الأستاذة شيماء زين يعني الله يكون في عونها، أولا هي بتتعامل مع وفاة والدها، هي بنت صاحب العقار ده مصاب جلل وكبير، وبتتعامل مع الناس اللي حواليها ومع الانترنت ومع ازاي ان انتوا اللي كنتوا مسؤولين عن العمارة اللي وقعت. أولا أنا بعزيكي أستاذة شيماء، البقاء لله. أستاذة شيماء، انتوا البيت ده الوالد الله يرحمه اشترى من 10 سنين صح؟ من 14 سنة تقريبا. من 14 سنة تقريبا. الشهود العيان او الناس اللي اتكلمنا معاهم، الناس اللي اتكلمت من المنطقة امبارح، كانت بتقول انه كان في شغل في الدور الارضي وممكن يكون هو السبب، هل ده صحيح؟ لا يا فندم. انا مش سامع كويس يا ست شيماء. لا يا فندم، ما كانش في حاجة. هو ايه اللي حصل طيب؟ مش هو احنا البيت، احنا الاسرة عندنا 6 افراد، انا ووالدي ووالدتي اخواتي الثلاثة، احنا 6 يعني. ايوه. كان ساعة اذان الفجر كان والدي واخويا كانوا رايحين يصلوا الفجر، ووقت دخولهم كانوا جايين تقريبا البيت بعد الصلاة، كانوا لسه ما دخلوش، كانوا تحت البيت. ساعتها البيت وهي عليهم، كانت ووالدتي كانت في الوقت ده بتصلي فوق الفجر، وانا واختي وكنا نايمين واخويا الكبير. الله يرحمه. بس انا صحيت على ان يعني كانوا بيطلعوني من تحت الهدم بتاع البيت. الله يرحمه. طلعت انا واختي، كان في ناس طلعونا وكده، ووالدتي والدكتور محمود أخويا الكبير توفي الله يرحمه. الله يرحم الجميع. الله يرحم الجميع. وأنا وأختي وأخويا مصابين، أخويا لسه في العناية، ربنا يعني يقومها بالسلامة ويتم شفاها إن شاء الله يا شيماء. يا رب آمين. هو دلوقتي ايه اللي بيحصل عند البيت؟ احنا عارفين انه اللجنه الفنيه بتتابع، انت حد من العيله عندك، حد من قرايبك بيشوف اللي بيحصل ولا لا؟ بيتابع اللي بيحصل ولا لا؟ اكيد في حد متابع. انا مش فايقه من الكلام ده دلوقتي خالص. ادعوا لنا يا جماعه ربنا يقوينا ويلطف بينا، مش قادره اتابع حاجه دلوقتي. طبعا اكيد. الله يعينك. الله يعينك يا شيماء. مرة ثانية البقاء لله طبعا في الوالد وفي الأفراد الأسرة، ربنا يقوم المصابين على خير وتطمن.